سلام يا سيد الرئيس. كمال معاك. أولينا نتكلموا توا أترافير الكاسات وكذا، فهمتني؟ بعد ما كنا كل يوم نتقابلوا، فهمتني؟ ونهار تلا أنت ما تسمعش صوتي ولا ما نسمع صوتك، واحد ما يجمش يقعد ما يسمع صوتك. تعرف إلا أن أنا بالنسبة ليك أكثر من ولدك، وعشت أنا وياك أكثر من الأخوة، فهمتني؟ وانت تعرف حبتي ليك شنية اكثر من كل شيء، انت كذا. ونقول لك في الكلام هذايا مش باش نفكرك، لانك انت تعرف الا ما فماش ما اخلص مني في البلد هذيا ليك انت، ومحبتي ليك عمرها ما تتنحى مهما تكون الظروف. الكلام اللي باش نقوله لك توا في الكاسات وكذا وكل شيء، جوز باش نحب تبدا عندك فكره واضحه وتعرف الا كمال عمره ما يقول فيك كلمه دونيه، والحملة المركزة فيها برشة سونية، فهمتني؟ ويقولوا فيها في كلام على عمري ما قلته أنا، فهمتني؟ والتضح عندهم خطة جهنمية، فهمتني؟ هي إبعاد كل إنسان مخلص ليك. المشكلة هي شنو؟ هاي كيفاش نشوفها؟ المشكلة وقت اللي حكيت لك أنا في العيد على الشادي النفاتي، فهمتني؟ وحكيت وكنت أنت مقتنعة بالكلام متاعي أنا، بما فيها كل شيء، مشيت انت حكيت مع عبد الله قلال وقلت له شنحي شد نفاتي ودخلت له فيه وكذا وكل شيء. يا اخي في عبد الله قلال، فهمتني، جاني من بعد قال لي انت دخلت في شد نفاتي عند الرئيس؟ قلت له لا ما دخلتش. قال لي لا، الرئيس ايش بدي على شد نفاتي ومغش علي ويحب ينحيه، فهمتني، وكل شيء، وهذه ما تكون كان من عندك انت، فهمتني. قلت له لا، انا عمري ما جبت عليه شد نفاتي وما حكيتش معه حتى شيء على شد نفاتي، وما حكيناش على السياسه وما حكيت معه حتى شيء. انا بطبيعه نكد في الحقيقه، ما حبيتش نقول له لانه ما فماش معنى. والمشكله هذه عبد الله قال علاش قال الكلام هذا؟ لانه مش في باله كي انا حكيت لك على شادي نفاتي وعلى الامور كل باش يجي دوره هو من بعد. لانه سي عبد الله قلال، الا انت تعرف شادي نفاتي وعبد الله قلال ما قلت فيهم كان كلام الخير. تواتي معك انت نقول فيهم كلام الخير، وعمري ما قلت فيهم كلمه دونيه، وغطيت وعملت وكذا، تنكر حاجه ما تمسش بك انت. وعمري انا في حياتي وتجم سي عبد الله قلال هذايا يجمش يقول لك حاجه من الاسرار بيني وبينك. قلت انا كنت اخلص واحد ليه، قلت بنات وكم اخواتي، قلت وقت له هو البرة في فرصوفي كل يوم نعمل تليفون، قلت انا بعت الناس الكل على خاطره هو، فهمتني؟ قلت انا وقت له هو تصير له اي حاجه نبكي في بلاصته هو ونتاثر اكثر من اللي هو. وصلت انا وتتذكر انت في اصعب الظروف وقت اللي صارت مشاكل، وقت اللي انت وزير اول وبورقيبه حبي تقول بكيت وشديتك قعدت نعنق فيك ونبكي في دكتور بيرني، تتذكر ولا كذا؟ هذا كله نقوله لاني نحبك، يعني صاحبي. بالنسبه لي انا ما نجمش نقعد باش بيك انت، لانك مش على حاجه، مش على حد شيء الا اخويا، انت صاحبي عشتي، تعرف انا وياك بالنسبه لي انا انت اكثر من اخوه. هذا الشيء اللي نقول لك. بالنسبه لي انا سمعت بالاحسن تكلم فيها في برشا بقايا واتصل باصحابي وقال لهم ابدوا على كمال شكي، لكن بالنسبه لليلى ايش عملت لها انا؟ انت تعرف انا ليلى عامين تقريبا ولا اكثر عمري ما قلت فيها كلمه دونيه وما قلت فيها كلمه دونيه، لانك عندك انت منها طفله، وانا كيا بالنسبه لي انا تفني مرت خويا ولادي. وكونترير حتى في الليمات الاخرانيه تعرفني انا ما انا وسليم ولا حاجه سهلنا لك الماموريه، فهمتي وكذا كل شيء. ولهذا عمري انا ما قلت كلمه دونيه. تبن فيا ولا تبن فيا ولا في الشادي نفاتي؟ نقول لك على الشادي نفاتي هذا. في الشادي نفاتي قبل العيد بثلاثه ولا اربع ايام استرخص منك باش يطلع عليا في الدار قبل ما نتصالحوا المره الاولانيه، وهذه ما حبيتش نقولها لك لاني باش توجعك برشا، وقلت كان باش نقولها لك وقتها يمكن تهرس بين امه، فهمتني؟ قعدنا نتكلموا كذا، قال لي جيت نطل عليك ولا استرخصت عند السيد الرئيس وقلت له كمال عشره ونحب نطل عليه وكذا، قال لي باهي يمشي طل عليه. تكلمنا، قال لي الرئيس كتب الداخل، قلت له والله فما ناس تقول كتب ليله 24 ونهار 23 والله ما نعرف، اما في سيور انا عندي المعطيات من الاول راهو باش يكتب الداخل باش يكتب وكذا وكل شيء، فهمتني كل شيء ما نعرفش. قال لي احنا كيفاش رئيس دوله يعمل عمله كيما هذه؟ بالنسبه لنا احنا عندنا في الجنوب احنا هكا باللفظه نتاعو هو عندنا بالقتل اللي يعمل عمله كيما هذه، فهمتي وكذا. هذا في شادي نفاتي بعد ما كذب عليك وقال حكايه سلاح معاويه انت وسلاح اكس ويكريك وكذا، الحكايه كل خطيه وقتها هو نعرف وانا وجي لي بروف
الا هو وراء الاعمال الكل. وطلب فهمتني بعد مؤتمر بعد اجتماعه نتاع قصر هلال من عند والي المستير فهمتني، طلب من دار والي المستير محمد الجاري وقال له شنو عندنا زوز امناء عميل التجمع وكذا. انا نعرف الشادي نفاتي عمرك وكذا على حكايه تاع معاويه وكذا، نعرف كان انت خطيك، هما عمروك وهما عملوا لك كل شيء، لانه نعرف انا طلب من دار والي المستير محمد الجاري وكذا وكل شيء فهمتني، وعمر وزاد طلبك انت وكذا، هذا انا نعرفه خصوصيه وكذا كل شيء. أو باش نعطيك أمارة على محمد شكري، هذه قالها لي تدعى عبد الله قلال. قال لي تعرف الرئيس اليوم اش عمل لي؟ كلمني في التليفون وتخلي يسب لي محمد شكري بالمقلوب وقال لي اش يعمل عندك في الداخلية؟ فهمني؟ يا أخي قال لي خليت له عيط 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 وبعد قلت له السيد الرئيس راني أنا محمد شكري ما عطيته حتى شيء وما جبت له شيء جديد. هذا الكل عطيته له من حيث أنت وزير الداخلية. يا أخي التفت قال لي أه بون بون بون. قلت له أنت علاش هذايا؟ مش علاش أنا؟ قال لي يحب ينحي محمد شكري على يدي أنا؟ قال لي لا يا وليد عمي. فهمت كذا كل شيء باش تفهم هاو السيد هذايا شمشاع حكايه. انت كلمته على محمد شكري وعطيته وتحيط وكذا جا عاود لي انا كيفاش مع صوتي ضايع دفع معهم شكري فهمتي. هاو من جبرة الحاجات الاخرين. فيما يخص محمد الصياح في بالك انا قبل نص السلامه اللي هي سي موا ولا فهمتني، وقال له انا نحب نصلح حكايه محمد الصياح وانت تعرف الا انا ما تعرف نص السلامه نسيبه لهادي خفشه الله يرحمه. والهادي خفشه كان يخدم عنده اول ما بدا يخدم عبد الله قال عنده هادي خفشه اتشيت كابينيه. قال له ما تعرف انا تربيت الهادي خفشه والهادي خفشه نعطف عليه ونحبه وذاك بابا وذاك كذا، ولهذا العام هذيك انت يا منصف باش تتفاهم مع محمد الصياح وكذا، وانا مستعد باش نعاونه محمد الصياح وراه الرئيس ما يسبلوش. يا اخي انت وقت سكتت الحكايه وكذا وقت بذل منك انت قعدت معاه انا وكذا واتفقنا وكل شيء على حكايه محمد الصياح وعصفاره وكذا وكل شيء وتركت الامور وقتها وكانت ماشيه في ثنيابيه وتمشي سفير. بذل منك انت انا محمد الصياح تعرفني وتعرف رايي فيه مليح لول الدنيا وتعرفني وقت اللي هو في تمكو عمري ما صاحبته كونترير كان محمد صياح غير حكم ولا 6 نوفمبر ما نشهدش العمليه راني انا من الناس انا في المشنقه ولا راني في الحبس ولا صار لي مصاحب، لكن تعرفني انا معك انت كنت ماشي رقبتي حطيحه. هذوما حاجات باش تعرفهم انت انا هو يحكي تو على محمد صياح فهمني وفهمني فيه انا صياح اش يهمني في الصياح ولا غيري؟ انا باش ينفعني الصياح ولا باش ينفعني اكس ولا يجريد؟ انا كان عبد الله قلال هكريد انا شعملت مناح ما اش عمل لي؟ انا بعدك انت ان شاء الله بعد عمر طويل وان شاء الله ديما حي بعدك انت انا مازلت ترجع حاجه من انسان اخر؟ اذا كان انت خويا وصاحبي وعشيري كلنا الماء والملح وبدنا جميع وتخلى على بعضنا حتى عرايا ومعك بيني وبينك ما فماش بروتوكول بيني وبينك اكثر من خوه فهمتني؟ هاني تمرمت مش ترجع انا من الاخرين. انا مازال عندي ثقه في عبد الله قلال ولا في نفاتي ولا في زايد ولا في عمر ولا في اي انسان لقابه الكل ما يهمنيش. انا خدمتك انت وانا خدمتك انت وانا نفعتك انت وانا بالنسبه لك انت كي نخدمك انت وتعرفني انا باش ما نحبش نحرجك لا نحب نحضر في 6 نوفمبر تبدا انت تقول لي احضر نقول لك مستاذ نحرجك في ريسبسيونات ما نحضركش في خطابات ما نحضركش ما نحرجكش ما نحبش نحضر نقول لك انا ما نحبش نحرجك تفهمتي ولا فهمتي ولا ولا هذا عمري ما حبيت نخرج انا فهمتني صياحت وانا كي قابلته في سفاره امريكا ربع ساعه قابلته بالسرقه انا كان نحب نقابل صياح ونحكي معاه ونحكي معاه ليش ما فيق بيه نقعد معاه ما يفيق بيه لا امن ولا يفيق بيه لا عبد الله قلشي ولا حاجه فهمت الناس هربت من تونس وفي بالك بحكايه المناعي ثلاثه مرات يدخل تونس محمد المناعي احمد المناعي ويسكن في الوردانيين والبوليسية ما فقدش بيه ونظم هربت مرته خمسة صغار ومرته وهربهم من تونس وهم موجودين تو في فرنسا والبوليسية جمعة بعد وهم يزالوا يعزوا قدام الدار باش تفهم بعد انا كان حاب نقابل محمد صياح نقابله وما يفطن بيه حتى حد لكن انا عمري ما نعمل حاجة وزيد وتيقن منها زدك انت يستحيل باش انا نهار نعطيك الحد هذا يتأكد منه 100% فهمتني ولا فيما قص محمد شكري فيا ولا سي محمد شكري انا ما نعملش الحرام شوف انا ما نعملها معاه لاني نخمم عليك انت قبل لا شكري بول عليه شكري لانه كان نقول لك الكلام اللي قاله لي محمد شكري وقت لا انت ما تغشش عليه ونهار كلمته وسمعته الكلام في داره وقلت له نحطك في الحبس وقال لك تونس فريشتي ونخلي البلاد يسلم شيبوب تم فيا ولا نخلي البلاد تسلم شيبوب على خاطر وقتها انت يا قلت له ابو عمران يعمل تقرير وقال فيها لا شو اسمه بابو يشتري في الماتريال نتاع يكوت باش يعمل يكوت الرئيس في القصر
عملت له انت تليفون وعبد الرحمن شو اسمه عبد الرحمن مش بالحجريه عبد الرحمن القفصي ولد بلاد محمد شكري ابو عمراني عمل تقرير وقال في هذايا وكل شيء وانت ظنيته الا محمد شكري عمله وثبتني حتى انا يظهر لي وقتها محمد شكري قال ما نعرف صحيح ولا غلط وثبيته وكذا كل شيء وقعدت قداش ما تقبلوش وهنتوا وكذا وكل شيء والله نقسم لك بالله يجيني للبيرو يدي عليك في دعاقاي يسب فيك 70 خايب كيفاش عطاه يعطي في الفلوس والدوفيز كان سعيد اساسي باش انت ما تنحيتش من وزاره الداخليه وقت هرب مزالي تفهم فيا ولا كيفاش يجري ويجري كيفاش كذا ما خلى والدعاء المر وانا مش محبه في محمد شكري ما نحب خاطر كان عودت لك وقتها وانت اشو الكلام هذا كل راك محمد شكري حطيته الحبس انا ساعه تقعدي على ضميري وثاني حاجه تولي ماهيش باهيه في البلاد يقولوا هاو مع دوايا الرئيس ولا في الحبوسات وكذا وكل شيء ما حبيتش نزره وقعدت الرئيس فيه كل مره شويه ونجي لي هو نكذب عليه ونقول له والله الرئيس اليوم ما يمشي داري قال يقول له الزعيم وكذا باش ريحته باش ريحته بس ما صارتش مشاكل وتعديت الامور كما تعرف انت والله نقسم لك بالقران انا في بيروي ايدي عليك وما حبيتش نعاود مش محبه في محمد شكري باش ما حبيتش كنت انت كنت تجم وقتها تهز وتوقفه فهمتني محمد شكري تعرف انت ونعرفه انا اسقط منه ما فماش العديل لا مله استغليناه لكن انسان يجيبه مصلحته قبل كل حد فهمتني ايه قاعد يجي وقت انا ونحكي له انا شنو اخلاصي ليه من حيث عرفنا بعضنا التوا يمشي يردها ويحكي فيها هو ويخرج في الانتوكس هو وعبد الله وشادي نفاتي وبلغ لك كنتي على انا صنعتك صنيعه انا نصنعك صنيعه تانا نعبدك عباده وشنو انا صنعتك انا عاونت خويا وانا خدمت خويا وانا اليوم وغدوه وبعد غدوه وحياتي كامله ما نجمش نخدم انسان كيما خدمتك انت وما عادش نجم نخدم انسان كيما خدمتك انت لاني مش حكايه سيرتها بيني وبينك حكايه عاطفه حكايه خو نجم انا قمر بحياتي وبأموري وكذا على خاطر انسان سيرتك شو من فوق نقعد صحاب مع الناس كله مش يهمني انا يمشي يكذب عليا يحرف لي كلامي انا مش اعمل تو السياسه مع محمد صياح ولا مع زايد ولا مع عمر تتذكر وقتك مش كنت تقول انت قبل تقول للبلاد انتم ثلاثه اخوه وكمال خوكم الرابعه وكنت ديما تقول هالكلمه هذه نسيت تو كمال نسيت كمال خوك نسيت كمال خلاص وريك فما في البلاد هذه انسان يحس عليك كما نحس عليك انا بكلهم يدبروا في روسه وبكلهم يتملقوا وبكلهم كذا نهار عبد الله قلال فهمني قال لي مع بن علي تعرف يتبع الداخليه عباره له هو وزير الداخليه ولهذا انا حكيت الديمقراطيه وكذا الرئيس يخرج مش انا نقرب فهمني وقال لي تعرف الرئيس ان بابا كنت سمباتي للشخصيه ودايور انا اول ولي سميته وقت الصفاقسي اخي الرئيس عمل لي الملاحظه وانت تعرف هذا اول ولي وقت سماه في توزر فهمني بالغيث الصفاقسي عملت له انت الملاحظه فهمني وقت لحم يسمي رئيس ديوان فهمني ما كمون صفاقسي عملت له انت الملاحظه فهمني ولهذا هكا مش خايف هكا يا رسول الله ما فما في البلاد هذه الا الصفاقسيه في سوسة رئيس المنطقة الصفاقسي رؤساء المراكز الصفاقسية مدير السجن في سوسة الصفاقسي بالرغم أن فيه شكاية من وكيل الجمهورية ومن الشرطة ياخو في الرشوة وياخو شدوه بالبرايض من عند الإخوانجي هكا الشمري ما نحاش لأنه الصفاقسي فهمتني وكل شيء الناس الكل حتى الصفاقسية حتى مدير الجهوي للديوانة الصفاقسي الناس في البلاد هذه ما فما الصفاقسية هذا الاستعمار هذا اللي طيبة في الحرس المتفقد العام الصفاقسي نحى العجم العتيري حمامي ولد بلاد حط الصفاقسي نحى ثلاثة مديرين أخرين في الحرس حطهم الصفاقسية شنو إذا كان هذا أنت رئيس جمهورية وبتاحلي باش يهج علينا شنو الحالة هذه شنو هي الحالة هذه والمشينة هذا أنت توا رئيس جمهورية وسيد عمل هكا ما نغدو شو يعمل هذا غدو اللي هو الصفاقسي يدور في البلاد أنا مش الصفاقسي يدور باسبوري ولي شنو وانت تعرف المونتاليتي نتاعو السيد هذا وفي بالك عمل قاعده راس راس مع منصور معلى واقترح عليه سفير في واشنطن ولا في بالك بهذا ولا ما في بالكش قعد مع منصور معلى وعرض عليه سفير في واشنطن فهمت كذا وكل شيء